السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح الجرامر بتاع يونت 1 وده بيج 41. طبعا الجرامر سهل جدا عن الباست سيمبل تنس اللي هو زمن الماضي البسيط، وده خدناه في السنين كلها اللي فاتت. فهم قسمها لي تقسيمة حلوة جدا، عبارة عن 6 بوينتس كده، 6 نقاط. اول نقطة عندنا بيقول لي بيتكون من ايه، وده العادي خالص ان احنا بنجيب فاعل وبنجيب فاعل، يعني اما الفعل ده في ايدي يا اما فعل شاذ irregular، وهنلاقيه زي سي سو رايت شوت كده، يعني حاجات شاذة irregular. لكن العادي احمد visited his friends yesterday، احمد زار صحابه امبارح. اوكي، visited عادي فيها ايدي. لو فعل irregular هيبقى زي سو a show last night، شافوا عرض last night الليلة السابقة. ده العادي خالص بتاع الباص يعني. تاني حاجة بقى لما اجي انفي، ودي حاجة برضو احنا عارفينها، بنفي بديدنت. احمد didn't visit. وملاحظين حاجة مهمة وما ننساهاش، ان مع didn't او did بيجي الفيرب في الانفينيتيف، يعني في المصدر ما فيهوش اي اضافة. احمد didn't visit his friends yesterday، ما زارش اصحابه امبارح. زي didn't see a show last night، ما شافوش العرض الليلة السابقة. طب هنا تالت حاجة بقى، لما اسأل سؤال بسأل بديد، وهنا في الحالة دي هيبقى معناها هل. Did you tidy your room؟ هل انت روقت اوضتك او نظمت اوضتك؟ وملاحظين ايه يا جماعة الملحوظة دي، ما ننساهاش ان بعد did او didn't الفيرب بيجي في الانفينيتيف، ما حطتش اي دي او اس او اي ان جي او اي حاجة. طبعا الرد بي yes I did، no I didn't كده يعني. Did Omar do his homework؟ No he didn't. بسأل بديد بمعنى هل، والفيرب هيجي في المصدر يا جماعة. طب رابع حاجة عند سؤال بكلمة استفهام تانية، هاتوا أي أداة استفهام تانية عادي زي where زي when زي why، وهحط الفعل المساعد did أو didn't. Where did you watch the match؟ أين أنت شاهدت الماتش؟ Why didn't you؟ شايفين جبنا where أو what أو why، وراها did أو didn't طبعا. Why didn't you stay at home؟ ليه أنت ما قعدتش في البيت؟ ده كان ان الصيغه بنستخدم اي اداه استفهام تانية وراها الفعل المساعد did او didn't. خامس حاجه، يتحول الزمن الماضي البسيط لصيغه المبني المجهول، واحنا الكلام ده احنا عارفينه جدا. بجيب المبني المجهول بعمله ازاي في الماضي؟ بجيب المفعول الاول اللي هو الاوبجكت، وبجيب was او were. طبعا عشان ده past ما ينفعش بستخدم am او is او are، هنا بستخدم was were عشان ده past. وبجيب التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل للفعل الموجود عندي في الجمله. طيب الجمله ايه؟ زي watched the film last night، هجيب ازاي المفعول؟ هم شاهدوا فيلم، يبقى فيلم هو المفعول، وهجيبها في بدايه الجمله. فيلم ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى was ولا were؟ was، يبقى فيلم was. باست بارتيسيبل هجيبه من فعل اللي هو watched، هتفضل watched زي ما هي، واكمل جملتي. الفيلم was watched، الفيلم اتشاهد last night الليله اللي فاتت باي مين بقى؟ هي المفروض زي، لا زي مش هينفع اقول باي زي، يبقى باي them. ده كانت المبني المجهول في صيغه الباست. طب سادس حاجه، الكلمات اللي بتدل، ودي برضو لازم نحفظها جدا. yesterday و last two ago، once upon a time، the other day، in the past، in ancient times، previously، in 2011، او اي زمن. طبعا مش شرط 2011، اي زمن في الماضي. كل دي اختار على طول باست. مثال عندي، I met some old friends in the club the other day، انا قابلت بعض الاصدقاء القدامى بتوعي في النادي the other day يعني مؤخرا. Mr. محمد moved to his new house 2 weeks ago، ليه قلنا moved؟ عشان 2 weeks ago من الكلمات اللي بتدل. في حاجة تانية مهمة يا جماعة، ظروف التكرار عادي اللي كنت بستخدمها مع الـ present simple المضارع البسيط، ممكن استخدمها مع الـ past simple. لما بتكلم عن عادات انا بعملها في الماضي، عادي استخدم always، usually، sometimes، never، عادي ما نستغربش. سما always got up early، عادة او دايما كانت بتصحى بدري، when she was a student، لما كانت طالبة. طيب هنا بقى بعض الأسئلة السريعة، هو مجاب عنها في نهاية الكتاب، بس عادي لو حليناها بسرعة. A week ago، يبقى على طول أعرف إن أنا هختار past، وأشوف أنا فاعل ولا مفعول. أنا فاعل، يبقى لازم أستخدم فعل في الماضي. I planted an apple tree، زرعت شجرة تفاح في my garden، يبقى letter C، planted، زرع. A week ago، نفس الجملة بس جاب لي مفعول، يبقى على طول أعرف إنه بسف. An apple tree اتزرعت، والابل تري دي مفردة، يبقى لازم اقول was وتصريف تاني. Was yes planted in my garden.
زي حاجة زي animals yesterday. طبعا yesterday ماضي، هم عملوا ايه في ال animals؟ اطعموها. طب هنا واضح ان مش اطعموها، ده هما ما اطعموهاش، يبقى هنفي في الباست، يبقى didn't feed. وبعد didn't حد يقول لي طب ليه ما قلناش fed؟ ده ماضي. لا، انا قلت لكم معلومة ان بعد didn't او did الفيرب بيجي في ال infinitive حتى لو باست عادي. طيب يبقى هتبقى الحل letter A didn't feed. number 4 their animals. طبعا هنا واضح ان طالما بتدري بالobject المفعول يبقى هعملها passive. their animals طبعا مش هنفي خالص ب didn't، طالما passive يبقى لازم was were، وبرضه هنفي بيهم. ما حدش اطعمهم امبارح، ودي جمع يبقى weren't fed اللي هي letter B. number 5 حاجه ذات فيلم in the cinema. يو طبعا هستبعد يو ويو اللي هي A و C دي، لان ده سؤال، يبقى ازاي هبتدي بيو وبي ودي، هختار منهم ايه؟ انا بسألك انت شاهدت الفيلم، ما ينفعش اقول where you watch، اللي هنا هتبقى passive did you watch اللي هي letter B. number 6 at the cinema، وده سؤال، ينفع ابتدي بذا فيلم؟ طبعا لا، يبقى يا did يا was. did that film watch، طبعا واضح انها غلط خالص، لان هنا صيغه الباسف غلط. هو يسالني بقى يقول لي ايه was that film watched، هل هذا الفيلم اتشاهد؟ يبقى الحل الصحيح letter D لان ده باسف. who the door، طبعا letter A you opened. who you opened the door، ما ينفعش. who did you open the door، مين اللي انت، في حاجه اسمها مين اللي انت فتح، مين اللي فتح على طول اللي هي letter C who opened the door. number 8 who was space، who was the door opened by، ولا who was the door who was opened the door، مين اللي فتح الباب، ولا who did you open the door، ولا who were you open the door. ها من وجهة نظرنا كده اقول مين، ها اللي الباب اتفتح، who was the door. يبقى في عندي اختيارين، ايه هما اللي هما اللي احنا محتارين ما بينهم. الاول هنستبعد ايه بي اللي هي did you open، who did you open the door، يعني مين انت اللي فتح، طبعا دي نستبعدها. who were you open the door، طبعا ما ينفعش اقول who were you open، يبقى هنا هتبقى انا بسيب وانا استنى الفاعل. يبقى في دلوقتي اختيارين هختار ما بينهم، ال A وال C، who was the door opened by، ولا who was open the door. ها طبعا اكيد letter A who was the door opened by، مين اللي فتح الباب او الباب اتفتح بواسطة مين. number 9 احمد read an interesting story every day، ولا ago، ولا now، ولا other day. في حد هيقول لي ده ليه، ده هو مضارع، يلا هنختار مضارع. اقول لك لا، read اي نعم تصريفاتها read read read، بس هنا احمد مفرد، لو كانت دي مضارع كانت احمد تبقى read، هنحط اس ما ننساش المعلومة دي، فدي على طول اعرف انها ماضي. طب طالما دي ماضي يبقى لازم اختار هنا كلمه بتدل على الماضي، افري دي ما بتدلش، ناو لا، اجو ما ينفعش اقول ان انترستنج ستوري اجو، لازم يبقى في زمن معاها، يا اجو بتدل على الماضي اه بس لازم يجي زمن معاها. ذا اذر داي يس، يبقى احمد ريد ان انترستنج ستوري ذا اذر داي. طيب اللوري هات ا موتور بايك، اللوري هت يعني خبط الموتور بايك، طبعا هنا برضو واضح انها ماضي، يبقى هقول يسترداي اللوري، اللوري اللي هو اللوري يعني هت موتور بايك اللي هو موتوسيكل يسترداي. طب نيجي بقى للامبورتنت نوتس، يعني نوتس مهمه جدا. في الماضي البسيط لو انا عندي ووز وير فعل اساسي في الجمله ومفيش فعل غيره، يعني ايه فعل اساسي ومفيش فعل غيره؟ بص المثال ده، he was at school yesterday، هو كان في المدرسة امبارح، في فعل تاني هنا في الجملة غير was؟ في go، في went، في أي حاجة تانية غير was؟ لا مفيش حاجة تانية، يعني was هنا فعل أساسي، يبقى طالما فعل أساسي مش هينفع أنفي ب didn't، بنفي بيها هي wasn't. أوكي؟ okay? he wasn't at school yesterday، وبسأل بيها برضو لو مفيش غيرها في الجملة، was he at school yesterday؟ هل هو كان في المدرسة امبارح؟ طيب لما أجي أعمل أي سؤال تاني باستخدام اي استفهام تانية سواء وير او وات او وات، بعمل الفعل مساعد ووز وير عادي ورا. طب في زمن الماضي البسيط برضو لو هاد فعل اساسي في الجملة، اذا كان الفعل الاساسي هاد تستخدم معه دي، ده عادي كفعل مساعد يعني، وبنفي بيها عادي.
she had lunch. هنا بتتناول الايه الغداء at 2 o'clock عادي. had هنا فعل اساسي في الجمله بنفي didn't عادي. had هنا زي eat ياكل، لما لو انا جات لي الجمله فيها eat هنفي عادي didn't eat. هنا had برضو لما جه انفي هتبقى didn't have، بقى هحولها للمصدر. ولو اسال بيها عادي did she have lunch at 2 o'clock، when did she have lunch عادي خالص. لو had فعل اساسي بسال بـ did وبحولها لمصدر. اوكي بص السؤال ده عشان نطبق اللي احنا خدناه دلوقتي. حسن space at school yesterday، المفروض حسن ما كانش في المدرسه امبارح، يبقى هنا مش هنفي فيرب تو بي didn't خالص، هستخدم عادي wasn't. was ونفيها wasn't، يبقى اللي هي letter C wasn't at school yesterday. والمستبعد عندي طبعا isn't لان انا عندي yesterday، ومستبعد doesn't عشان ده مضارع برضو. في حاجتين هنختار ما بينهم wasn't و didn't be. طبعا هي wasn't عشان الفعل الاساسي في الجملة was عادي، فبنفي ب wasn't. number 2 at school yesterday، هنا هسأل بايه؟ هل حسن كان في المدرسة امبارح؟ ها يبقى انهي واحده؟ يس ليتر ايه اللي هي ووز حسن كان، لان انا عايزه هنا ووز هنا فعل اساسي في الجمله. ووز حسن ات سكول يسترداي. اوكي طيب بعد كده نمبر 3 وير ووز سبيس يسترداي، ها اين انت كنت امبارح؟ يبقى وير ايه؟ او اين كان حسن امبارح؟ وير ووز حسن يسترداي اللي هي ليتر دي. نمبر 4 اي لانش ات هوم يسترداي، المفروض ان امبارح تناولت ما تناولتش صح؟ يبقى ايه ينفع اقول هادنت؟ لا لازم اجيب لها didn't من عندي، لان هنا هاف وهاد شبه ايت ياكل، لما جم في ايت هنفيها doesn't و didn't و don't عادي، فبالتالي هنا ده بسط. وفي يسترداي هنفيها didn't have اللي هي ليتل دي. 5 had a lunch at home yesterday، بسأل هل انت تناولت اللانش في البيت امبارح؟ يبقى هسأل بديد عادي did you have lunch at home yesterday اللي هي letter B.